بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم. الفيديو ده إن شاء الله هيكون فيديو زي تكملة للفيديو اللي احنا نزلناه الخاص بشرح الكولد ووتر سبلاي والهوت ووتر سبلاي بايب سايزر. كل القصة بس إن احنا إن شاء الله في الفيديو ده هنراجع مراجعة كده بسيطة على شرح الفيديو مرة تانية، وهنقول فيه حاجتين جداد اضافوا فيه اضافتين. الإضافتين دول كانوا يعني اللي قال عليهم مهندس أحمد نعيم جزاه الله خيرا، كان نبهني كده على كام حاجة في الشيت عدلتهم، فأنا بعمل لهم فيديو دلوقتي توضيحي بذكر فيها إن المهندس أحمد نعيم هو اللي قال لي الحاجة دي، ثم إن أنا بوضح الأبديتس دي عبارة عن إيه. أنا كل طبعا الأبديتس دي موجودة على اللينك اللي انا حاطه في الكومنتات الخاص بالجوجل درايف اللي عليه كل الشتات ابديتد لحظه بلحظه ان شاء الله. اي ابديتس بعملها بنزلها على الشتات ده على طول على اللينك جوجل درايف ده. دلوقتي احنا كان عندنا الشيت عباره عن فيكتشر يونت، سوري فيكتشرز. انت بتشوف الفيكتشرز اللي عندك في المشروع بتختارها لان انت شغال عليها في المشروع، وبتشوف عددهم هنا عامل ازاي. وليكن مثلا هنا في دروب داون منيو فيها كل انواع الفيكتشرز اللي انت ممكن تستخدمها في اي مشروع، فبتختار على اساس الفيكتشر اللي انت نوع الفيكتشر اللي معاك. ماشي، هنا بتحط عددهم وليكن مثلا 2 3 6 5 1 8. اوكي طيب. دي داتا انتري. بعد كده البايب سايزنج، انت هنا لقيت ان في 38 فيكشر يونت، الجي بي ام بتاعهم عباره عن الرقم ده. اوكي هنحوله بس بالليتر بير سكند عشان السرعه. طيب السرعه هنا عندنا كام؟ 3.84. ايه اللي بيحكمني؟ اللي بيحكمني رينج للسرعه عباره عن 1.2 من 10 ل 2.4 من 10 متر بير سكند، او من 4 ل 8 فيت بير سكند. اوكي طيب انا اعمل ايه عشان اقلل السرعه دي؟ انا هنا بيقول لي سيلكت سويتابل بايب سايز، انا بسلكت سايز بحيث ان هو يقلل لي السرعه دي، او مكبر السايز بيقلل السرعه. تمام طب هل دي اكسبتد؟ لا مش اكسبتد. ليه؟ لان هي اكبر من 2.4 من 10. طيب انا اعمل ايه؟ اختار السايز اللي بعده. اوكي 50. مجرد ما اختار السايز اللي بعده وهو يبقى ويز الرينج السرعه، هتلاقي السرعه بقت ويز الرينج وتحولت للون الاصفر وكده. ده على اساس الباي ب 50، الدايمتر 50، وبالتالي السليكشن بتاعنا هيبقى عن عباره عن فاي 50 ملم. تمام طيب بالنسبه للفريكشن لوسز، قلنا معروفه الفريكشن لوسز هتحول بس الفلو لمتر تكعيب بير سكند. عندك الديامتر اللي انت اوريدي عملت له سليكشن، الانترنال ديامتر عباره عن كذا جاي من الجدول على حسب طبعا البراند اللي شغال منه. اوكي دبليو بروبلين، الفريكشن لوسز بير يونت متر من هازن ويليام ايكويشن من خلال المتر الفلو الكيو والانترنال ديامتر. جبنا الفريكشن لوسز للمتر الواحد. طب انا عندي 10 متر البايب ران او طول البايب، او طبعا ده انتر انلت سوري انبوت، فالانبوت ده انت بتدخله بايدك. عندك انا عندي 10 متر، انت عندك 100 متر 50 متر ايا كان، وده الفيتنج ايكوفالنت لينس عرفنا قلنا ان احنا بنحسبها من هنا. عندك البايب اللي هي دايمتر 50 فيها البو فيها تي فاديتنا 5 متر هتضاف هنا. اذا التوتال لينس عباره عن كام؟ 15 متر. هنجمع ده مع ده، ده مع ده. اوكي طيب ال 15 و2 من 10 متر دي هنضربها في الفريكشن لوسز بير يونت متر، هتدينا الفريكشن لوسز الخاص اللي هيحصل في البايب دي كطول وكديامتر، كان انترنال ديامتر طبعا. تمام وفي الاخر بعد ما نحسب كل البايبس هنا هيجمع لنا التوتال فريكشن لوسز الحاصل في البايبس اللي عندك دي. اوكي طيب ده تشيك السرعه خلاص. هنا هنا اوكي واوكي، يعني هنا ويز رينج بين المينيمم والماكسيمم. اوكي هو خلاص طالما اتحولت دي للون الاصفر فاعرف ان انت كده في السيف سايد. طيب طبعا عندنا دلوقتي اتنين ابديتس ضفناهم، حاجه ضفناها ملموسه في الشيت، وحاجه هنقولها يعني هنتكلم عليها بحيث ان اللي بيشتغل بالشيت ياخد باله منها. الحاجه الاولى اللي احنا ضفناها ان انت هنا
كل الفيكشرز اللي عندك عباره عن فلاش تانك. فانا اوريدي هنا شغال فلاش تانك اوكي، وبالتالي لما احسب التوتال فيكشر يونت واجيب الجي بي ام الخاص بيها هروح للجدول الخاص بالفيكشر يونت فلاش تانك. تمام، انا عندي كام هنا؟ 38. طيب فلاش تانك 38 قصاد 25.74، اذا 25.74 ده مظبوط. طيب مجرد هنا ما اغير الفلاش فالف، انا ربطت الجي بي ام اللي هختاره من هنا او اللي هعمله سيلكشن من هنا ربطته بالفلاش تانك والفلاش فالف. ومجرد ما اختار الفلاش فالف هتلاقي الرقم ده اتغير. ليه؟ لان دي 38. تمام، طبعا انا خلاص، انا طبعا انا ليه اخترت فلاش فالف هنا؟ لان المفروض ان انا شغال معايا فيكشرز فلاش فالف بالشكل ده اوكي. طيب اذا التوتال فيكشر 48 وانا عندي شغال فلاش فالف، يبقى الاقي الجي بي ام اللي قصاد 48 فيكشر يونت عباره عن 49.2. نعمل تشيك كده، 48 49.2 مظبوط. دي اول اضافه اتضافت او اول ابديت حصل على الشيت. الابديت الثاني ان انا هنا وانا شغال احسب الفريكشن لوس اللي حاصل في المواسير وفي اطوال المواسير، انا ده التوتال الجمع الخاص بالفريكشن لوسز اللي حصل على كل ماسوره، انا ما بجمعش التوتال زي ما هو موجود هنا، لا انا هنا بسلكت اطول مسار واحسب الفريكشن لوسز بتاعه اوكي، وهو ده بيبقى الفريكشن لوسز الخاص عندي. طيب طالما انا قدرت اقاوم اطول مسار واقاوم الفريكشن اللي فيه، يبقى كده يبقى ايا كان المسار اللي هيكون اقصر منه خلاص انا كده هعرف اوصل له الميه بالبريشر المطلوب. تمام، فانا هنا اللي حاصل بس كل قصه انت عندك هتعدل بعد ما تخلص طبعا حسابات، هتعدل الجمع اللي انا عامله هنا ده، التوتال السبمشن اللي انا عامله هنا ده، التوتال ده هتجمع بس الفريكشن الخاص باطول مسار عندك. تمام، طيب ان شاء الله في الفيديو اللي جاي او اللي بعده او ايا كان رقم الفيديو اللي هيكون لما اجي اشرح ان شاء الله الشيت الخاص بحسابات الووتر بامب اوكي، هتلاقي هنا الفريكشن لوسز هنا انا مختار نفس الرقم اللي هيطلع لي في اطول مسار في البايب سايزر هنا. تمام، لان كده كده بيبقوا مشروع واحد فكله مرتبط ببعضه، فتلاقيني هنا مسلكت نفس الرقم اللي هيطلع من هنا ان شاء الله. دول الاثنين ابديتس اللي حصلوا على الشيت، وجزا الله خير المهندس احمد نعيم هو اللي كان نبهني عليهم. فكده ان شاء الله تكون ايه الشيت ده، كده ان شاء الله يكون اتظبط. ولو في اي اضافه تانية من اي حد ايا كان زي ما اتكلمت في البوست تواصل معايا، وان شاء الله لو في اي حاجه هتعمل امبروفمنت للشيت ان شاء الله احنا نظبطها ونعدلها باذن الله. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.